عمرك سمعت عن جريمة قتل ارتكبها جن؟ لو سمعت فأنا هحكي لك قضية مختلفة عن اللي سمعته، ولو ما سمعتش فأنا هخليك تعيش القضية مش بس تسمع عنها. أنا بشتغل ضابط شرطة. بعد ما اتبعتت القضية للنيابة والتحقيقات اتحفظت ومعها القضية هي كمان، ابتسمت. قعدت على مكتبي، كنت ببتسم ابتسامة حزن وألم وأنا عينيا مليانة دموع. الإرهاق حرفيا كان واخد جزء من روحي، وده اللي خلاني فتحت نسخة كنت صورتها بطريقتي من وراء القضية قبل ما تروح للنيابة، وقريته للمرة الأخيرة. بعد كده مسكت ورقة وقلم وابتديت أكتب. البداية كانت من عند طفل صغير اتولد في منطقة شعبية، كان مضطهد من زمايله لأنه كان رفيع قوي. انت متخيل لما تبقى لسه طفل في سنة أولى ابتدائي وتلاقي كل زمايلك بيقولوا لك يا موميا، وده عشان جسمك أقل وأرفع من أجسامهم. حقيقي كانت مأساة، ومش دي بس المأساة اللي عاشها الطفل ده، ده بعد ما كبر شوية ووصل للمرحلة الإعدادية اتصاحب على بنت جارته من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولو هتسأل نفسك هو ليه صاحب عليها، فأنا هقولك إنها كانت في نفس عمره تقريبا، وكانت طيبة لأبعد الحدود، فبالتالي ما كانتش بتتريق عليه ولا بتقوله الكلمة اللي فضلت ملازماه من ابتدائي، موميا. اللي كان بيقابل البنت دي عند ساعة فاضية قريبة من بيتهم، هما الاتنين كانوا بيقعدوا مع بعض، وفي كل مرة كان بيقعد يتكلم معها ويحكي لها عن اللي تعبه وعن اضطهاد زمايله ليه. وبعد ما كان بيخلص كل كلامه وفضفضته، البنت كانت بتطبطب عليه وتقوله بحنيتها وطريقتها الغريبة في الكلام، انت زعلش يا قمر. كان بيبص لها وبيبتسم وهو عارف ان اسمه اللي هو قمر نطقه صعب على لسانها، فكانت بتقول له يا قمر، وهو كان راضي بده ومبسوط جدا لانه كان متقبلها زي ما هي متقبلاه. ياه، صعب قوي انك تلاقي في الزمن ده حد يتقبلك بشكلك ومشاكلك وبالمر اللي فيك قبل حلوك. بس بالنسبة لعمر الموضوع ما كانش صعب، لانه بالفعل قابل هدى، البنت اللي حبته زي ما هو حبته، حب طاهر من القلب، كان حب اخ لاخته او ملاك حارس لانسان جواه قلب ابيض طاهر. بس الحياة لونها ما كانش بنفس لون قلب عمرو وهدى. كل شيء في علاقتهم اتغير لما في مرة وهم قاعدين مع بعض بصيت له هدى وابتدت تقوله وهي بتعيط، هدى تعبانة، كل يوم أبدو يضربها، بياخدها جوا الأوضة بتاعته ويضربها. استغرب عمرو من كلام هدى، كلام هدى واللي بالرغم من انه فهمه وعارفه كويس انها تقصد بيه هدى تعبانة كل يوم وعبده بيضربها، بياخدها جوا الأوضة بتاعته ويضربها، الا انه استغرب وسألها بلهفة، عبده مين اللي بيضربك يا هدى، وبيضربك ازاي؟ بصت هدى في الارض وردت عليه وهي لسه بتبكي، عبده في المدرسة فراش بيضربني هنا.
وشاورت على مكان حساس في جسمها. بصلها عمرو وهو مبرق، عقله صغير ما كانش قادر يصدق ان عبده الفراش، فراش مدرسة التربية الفكرية، ممكن يكون بيتحرش بهدى او بيغتصبها. وعشان كده اقنع نفسه واقنعها ان عم عبده مش ممكن يكون قاصد يأذيها، لكنه في نفس الوقت برضو قالها بعد ما فكر مع نفسه ثواني: طيب ما تخافيش يا هدى، هو اكيد عم عبده كان ما يقصدش يضربك، او اكيد كان بيضربك عشان مصلحتك، بس عشان ما تتعبيش من الضرب اللي بيضربهولك، الصبح لازم تشتكي للمديرة وتحكي لها على كل حاجة. فهزت له راسها وقالت له انها موافقة. بعدها مشي عمر، مشي وهو حاسس بقلق وخوف على هدى، وفي نفس الوقت كان حاسس انه عمل انجاز لما قالها انها تروح تحكي لمديرة المدرسة، وده ببساطة لان لو عبده فعلا قاصد يأذيها فبكده لما تقول للمديرة هتعاقبه او هتأذيه. بس ده ما حصلش. اللي حصل ان هدى بعد اللي حصل ده ماتت. ايوه، اختفت من تاني يوم، وبعدها بفترة لقوها مقتولة ومرمية جنب صندوق الكمامة. محدش شك في عبده ولو للحظة واحدة، وده لان اساسا محدش كان يعرف باللي هو بيعمله معاها غير عمر اللي بعد ما عرف خبر موت هدى جات له حالة نفسية وفضل فاقد النطق لشهور، ما كانش بيتكلم مع حد. الكوابيس ما كانتش بتفرقه، بس دايما هدى كانت بتجيله في احلامه وبتقوله جملتين ما كانتش بتقولهم بطريقتها المعتاده، دي كانت بتظهر له بشكلها العادي، وكانت بتقوله بصوت مسموع وكلام مفهوم: عبده قتلني، عبده قتلني، اقتل عبده. وفضل عمرو على الحال ده لحد ما اهله عزلوا من المنطقة كلها. بعدها مرت سنين وعمر او موميا اتغير، ما بقاش هو الطفل الرفيع اللي زمايله بيعايروه بشكله، اتغير وبقى شخص ناضج وجسمه بقى اقوى. وبعد ما خلص مرحلته الثانوية ودخل الكلية اللي كان نفسه فيها وتخرج واشتغل كمان، جات له هدى في المنام من تاني، جات له بعد ما كان نسيها لانها كانت بطلت تيجي في احلامه من بعد ما ساب المنطقه بحوالي سنتين. لكنها لما جات له المره دي كانت واقفه قصاد باب المدرسه واللي كانت فيها، كانت غضبانه وبتشاور له على اوضه صغيره جنب باب المدرسه من جوه، وهي بتقول له: عبده لسه جوه، عبده لازم يموت. وكأنها كانت بتفكره باللي كان نسيه من سنين، او مثلا بتوصل له رسالة عشان ينتقم لها منه. لكنه حاول رغم الكابوس اللي شافه ورغم كل تأنيب الضمير اللي جواه، حاول انه ينسى ويعيش، بس للأسف الكابوس اتحول لروتين يومي معتاد خلى حياة عمر جحيم. وعشان يخلص من الجحيم ده قرر اخيرا انه يواجه عبده. راح له في ليلة المدرسة، خبط على الباب كذا خبطة لحد ما صحي عبده ورد عليه من ورا الباب: امين، انت مين وعاوز ايه في ساعة متأخرة زي دي؟ فتشجع عمر وقتها وقال له بكل ثقة: معلش يا حاج، انا عربيتي عطلت جنب المدرسة
وانا مش من هنا، وكمان المنطقة ما فيهاش بيوت كتير، فانا اول حاجة جت في دماغي ان انا اخبط عليك. ما تقلقش، انا بس عاوز املى ازازة المية دي عشان افضي منها في العربية وادورها، وبعد كده همشي على طول. فبص عبدو عليه من فتحة في الباب بحذر، وبعد ما شافه اتأكد من هيئته واطمن له، فتح له الباب ودخله اوضته وقال له بابتسامة عريضة: اتفضل اتفضل يا بيه، ثواني واملى لك الازازة. وخد عبدو الازازة وراح يملاها من الحنفية، بس وهو بيملاها قال له عمرو بصوت عالي: انت ما بتخافش وانت قاعد لوحدك في المدرسة الطويلة العريضة دي؟ فرد عليه عبده بصوت عالي: لا طبعا يا بيه، انا بني ادم وبخاف، بس اعمل ايه يعني، لازم اجمد قلبي عشان اعرف احرس المدرسة من الحرامية اللي ممكن يدخلوا ويسرقوها. فضحك عمر وقال له بسخرية: لا لا، انا ما اقصدش انك بتخاف من الحرامية، انا اقصد ما بتخافش من حاجة تانية. فضحك عبده بصوت عالي، وبعد كده جاوب عمر وقال له: ايوه ايوه يا بيه، انت تقصد الجن والعفاريت؟ طبعا بخاف منهم، انا ما فيش حاجة في الدنيا بتخوفني الا الجن. ما هو الحرامي انت ممكن تضربه بالنار وتموته، مو ملوش دي، انما الجن لو طلع لك بقى هتموته ازاي؟ قال عبده كلامه ده وادى الازازة لعمر، واللي اخدها منه وبص في وشه وابتسم: وانا كمان يا راجل يا عجوز، عمري ما خفت من حاجة زي ما خفت من عفريت هدى. تملي بيطلع لي ويقول لي اقتل عبده اقتل عبده، لدرجة اني ما بقتش اعرف انام. ارتبك عبده ورجع لورا وهو بيبرى العمر: هدى هدى مين يا بيه؟ فمد عمر ايده ورا ظهره وطلع سكينة وقرب من عبده أول ما سمع اسمه هدى. عبده الخوف خلى جسمه كله بيترعش، قال له عمر: هدى هدى يا عبده اللي انت اغتصبتها وقتلتها من سنين عشان ما تفضحكش، هدى هدى البنت المريضة واللي كانت بتدرس في المدرسة هنا وليوها مقتولة ومرمية جنب صفيحة الزبالة. ايه يا عبدو، نسيتها؟ بلع عبدو ريو ورجع لورا على امل انه يهرب، لكنه اتكعبل في كرسي ووقع على ظهره، ومع وقعته على الارض شاور العمر وقال له وهو بيترجاه: ابوس ايدك ابوس ايدك يا بيه، ما تقتلني، انا مستعد اعمل اي حاجة عشان ما تقتلنيش، انا راجل كبير يعني رجل والقبر. مهتمش عمرو بكلام عبده، قرب منه وطعنه حوالي 10 طعنات، بعدهم كان دمه غرق الأوضة. قرب عمرو بصباعه من الدم وعن طريق شوية منه كتب على الحيطة جملتين: عفريت هدى قتل عبده. بعد كده سابوا عمر ومشيوا وهو سايح في دمه، ركب عربيته وقلع الجوانت اللي كان لابسه عشان البرد، وبعد كده قلع الجوانت الطبي اللي كان لابسه تحت الجوانت الصوف، وبعد ما نظف نفسه ساق العربية وراح عند الكورنيش، طلع سكينة وبصلها وابتسم ورماها في النيل، وبعد ما خلص
روح بيته ونام، وصحي تاني يوم وراح شغله عادي جدا. كان فاكر ان الدنيا هتبتدي تمشي، لكنها في الحقيقة ممشيتش. عفريت هدى سابه، لكن عفريت عبده فضل ملازمه في كل كوابيسه. بس المرة دي الكوابيس ما كانتش عادية ولا جواها رسالة. الكوابيس كلها كانت محاولات لقتل عمر. شبه عبده كان بيطرده في أحلامه عشان ينتقم منه، لأنه غالبا شبح أو قرين لشخص نجس. والحد هنا بتخلص القضية، قضية قتل عبده واللي اتحافظت لعدم وجود متهم. النيابة ما قدرتش تعرف مين القاتل، لأنه ما سابش بصمات وراه، ولا حتى كان في حاجة مسروقة من المدرسة أو من الأوضة. وحتى اسمه هدى واللي كان مكتوب على الحيطة محدش قدر يوصل لأي حاجة عن طريقه. ما هو محدش كان يعرف علاقة هدى بعمر، وعشان كده القضية اتحفظت، لأن النيابة ما ينفعش تقول إن دي جريمة ارتكبها الجن أو ارتكبها قرين لبنت اتقتلت من سنين. محدش عارف مين القاتل الحقيقي غيري أنا. القاتل الحقيقي كان أنا، الضابط عمر. الضابط عمر اللي عبده أول ما شاف لبس الميري اطمن لي وفتح لي باب المدرسة. أنا اللي خلفت شرف مهنتي ومشيت ورا كوابيس بشوفها، ورحت انتقمت بدراعي. أنا اللي مرضتش أبلغ عنه وأقول إنه بيعتدي على أطفال أصحاب الهمم في المدرسة الفكرية، وقتل واحدة منهم. لأني لو كنت عملت كده أكيد ما كانش هيتعدم، لأنه سنه كبير. بس أنا بدفع تمن كل ده. بدفع تمن إن أنا نسيت شرع ربنا لما انتقمت وقتلته من غير حكم محكمة ولا أدلة ولا أدانة. بدفع التمن بقلة نومي واللي وصلتني لحد الجنون، وصلتني دلوقتي كمان إن أكتب مذكراتي وأسيبها قصادي عشان تعرفوا أنا عملت في نفسي كده ليه. بس أنا راضي بصراحة. أيوة راضي، حتى لو مت عشان ارتاح من الأرق هكون راضي. وحتى لو قالوا عليا شخص مجنون أو مريض نفسي برضو هكون راضي، لأني جبت حق هدى. تلك كانت مذكرات ضابط الشرطة عمرو عياد، المذكرات والتي وجدت على مكتبه بعد أن انتحر بطلقة خرجت من فوهة مسدسه الميري إلى رأسه مباشرة. تمت.